كيك كل عام احنا نشاركوا في حمله شهر اكتوبر الوردي اللي هو شهر تحسيس من اجل الوقايه ضد سرطان الثدي ومرافقه فقط النساء اللي يعني مصابات بسرطان الثدي. ولو يعني طيلة السنة احنا نرافقوا هذه الفئة من النساء. هذه السنة في البرنامج مادام الشهر في خمسة تاع لي جودي اختارينا باش كل جودي نتناولوا الموضوع من منظور معين. الجودي لو بروميير جودي تناولنا قضية سرطان الثدي بالنسبة لتأثير التدخين المباشر والتدخين الغير المباشر، ووضحنا كيفاه في بعض الحالات في عدة حالات التدخين الغير المباشر اللي هو من المحيط اللي عايشة فيه المرأة في العائلة أو في مكان العمل يأثر ويضر أكثر من التدخين المباشر، لأنه في هذه الحالة الوقاية صعبة من ما تكونش معنية مباشرة في الممارسة، تتأثر بممارسات المحيط. رئيس المركز لعلاج طولو التابع للمؤسسة الجوارية في الساحة واجهة البحر هي اللي عاونتنا باش نديروا هاد لي شابيتو وباش نجوا لعندكم نتوما باش نعطوكم المعلومات، وحنا جينا باش نعطوكم المعلومة. راكم عارفين بلي سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم راه يقتل الالاف المئات من النساء، وهاد النساء اللي ما كانوش داروا كشف مبكر، ماشي النساء اللي داروا كشف مبكر، اللي داروا الكشف المبكر راهم يبرو، بصح اللي ما دارتش الكشف المبكر وما راحتش للمصالح، حنا لي زو بي اس بي وكاع لي بولي كلينيك كيما قالت السيده حبيبه، لي ديسبونسير كاع فيهم دي ساج فام، انا ماذا بيا كاع النساء يروحوا عند لي ساج فام يسيدي ماشي باش يديروا ماموغرافي ولا باش يديروا ايكو ماميغ، غير باش يدوا معلومه ويقدوا تعرف. احنا مانيش باغي المراه حتى توصل للمرض، عافانا الله وعافاكم، ومن بعد تولي تجري. الاسبوع الثاني الخميس الثاني خصصناه لاستعمال الادوات المتعلقه بالفحص بالصوره ليماجري تو سكي اكسبلوراسيون باغ ليماجري، ووضحنا ما وضحت لنا الطبيبه اللي هي مختصه في هذا الميدان، وضحت الفرق بين استعمال لا ماموغرافي واستعمال ليكو ماموغرافي، في اي حاله نستعملوا لا مامو، في اي حاله نستعملوا ليكوغرافي، وركزت على اساس ان لا ماموغرافي En Algérie, se fait à partir de 40 ans, alors que dans le protocole mondial, ça se fait à partir de 50 ans. Parce que عندنا حالة استثنائية اللي في آت من النساء الشابات راهم عندهم سرطان الثدي. ولازم يندار tous les deux ans parce que il peut y avoir un effet négatif sur la santé si on le fait chaque année. Donc c'est déconseillé de le faire chaque année. Après, bien sûr, on considère que la mammographie elle est plus parlante que l'échographie, mais comme dans certaines situations on peut pas utiliser la mammographie peut-être parce qu'on l'a utilisée l'année dernière, donc on est devant la nécessité d'utiliser l'échographie. En tous les cas, c'est
لا ساج فام ولا لو ميدسان ولا لا ميدسان تريتون تريتونت هما اللي يعرفوا البروتوكول نتاع المرافقه ونتاع الفحص. والعمليه الاولى تبدا بالعمليه لا بالباسيون دو سان. D'abord la palpation par le, la, la personne qui va nous ausculter, mais après elle nous apprend à faire l'autopalpation. Et si ça nécessite, on fait des examens supplémentaires. En tous les cas, du point de vue des femmes qui ont été le l'hessa, yani abro la fahmhom li l'ikhtilaf bayn el fukhousat li mhawqin khassti dak hada l'ikhtilaf. ماشي مغلوق اللي ضاوي اللي فيه الحشيش اللون الاخضر اللي فيه هواء نظيف هذا بروحه يساعد باش نديستريسو ويساعد كذلك باش ما نوصلوش في حاله ستريس اللي تقدر تتحول الى امراض مزمنه الى ما الى امراض سرطان. دونك حنا هذا هو لوبجيكتيف تاع اليوم وباقي لنا لا ديغنييغ سيونس باش نديرو لا كلوتشور تاع لو موا دوكتو هو باش نشوفوا هذه عندها ثاني علاقه مع لا ثيرابي كيفاش ليكريتور تقدر تساعد المرأة ولا اي واحد باش يكون لا ريزيليونس باش يتجاوز المرض تاعه ويكافح باش يرجع الحياه عاديه. واختارينا باش نناقشوا الكتاب تاع سوزان الكنس اللي هي اصلها فلسطينيه متزوجه مع جزائري الله يرحمها اللي هو سوسيولوج واللي كان عندها مرض السرطان وكتبت كتاب. وعندنا صديقتنا سكوره اللي جات يعني دي غوتور هي غادي تقدم لنا الكتاب وهذا الشهر بهذا النشاط. وطلبنا كذلك من زميلتنا سميه باش تاني تجي دير ان بيتي باتولي لي فام اللي معانا ودايرين ابلاسيون دو سان باش واحد من العائله تاعهم ولا هما يتعلموا يديروا دغيناج لامفاتيك اللي يساعد عوض اللي واحد الفطره ونروحوا عند لو كيني لان سيغتان مومون نقدروا حنا دغيناج. دونك اون كلوتيغوغا سو موا مي ابخي سا فو با تيرميني كمل الشهر الوردي غادي التحسيس غادي يكمل. لا العمل تاع التحسيس العمل تاع التوعيه يستمر دائما في كل النشاطات اللي نديرو لانه ما قارعوش هذا لو موا دوكتور سي ان مومون سيفيليزاسيون. Donc ça a des conséquences. La preuve, nous allons jusqu'à Naya. Jusqu'à Naya, nous travaillons sur pour nous déstresser. Parce que il a la charge mentale qui est dans la vie de notre quotidien. كاش حرب ولكن كاين الشارج مونطال كاين الشغالات والمرض اللي حاليها كاين الشغالات تاع العائله. هم ولا فام كي بيان نو سا اجي ميم سي سا مانيفيست باغاكا رابيدمون باغ المالادي سا اجي لا ديسيني نوار بور لا جينيراسيون تاعنا. On n'a jamais bénéficié d'accompagnement psychologique par rapport à ça. Il n'y a pas eu de thérapie de groupe. D'ailleurs, le Jazair, tout à coup, ça va tomber. Il y a des jeunes femmes et des jeunes filles qui ont le cancer. Donc, l'épidémiologie, une des hypothèses, c'est parce que justement, la génération qui a le cancer à cet âge-là, c'est une génération qui était enfant à l'âge de la décennie noire. Et comme il n'y a pas eu d'accompagnement, il n'y a pas eu de thérapie individuelle, il n'y a pas eu de thérapie collective, donc
النتيجه دروك لي زيفي راهم يبان باش نتفرجوهم في لا تيلي لو كان ايتي لا ماما كان لا تيلي و ميم طون بوبليك وي يا 1% دو كا مو جي يو ان كا سي كو لا دونك نافون الثالثة كانت في مقر الجمعية وكانت يعني استمرارية للعلاج بالفن، العلاج بالفن بحيث أنه يعني النساء اللي حضروا للحصة داروا رسومات، داروا ديكولاج، عبروا على هذا المرض بالوسائل اللي كانت عندهم، كان عندهم دي كريون دو كولور، كانوا عندهم دي روبون، كانوا عندهم دو بابي بور فير دو كولاج، دي ساكون بلاستيك، وداروا واحد اللوحه اللي فريمون يعني كانت بالمشاركه نتاع كل النساء الحاضرات تعبر على من جهه انشغالاتهم بالنسبه لهذا المرض وفي نفس الوقت ارتياحهم لامكانيه يعني الوقايه اولا وثانيا في حاله وجود المرض العلاج، وخاصه وان في هذه الورشه كانوا حاضرين زوج نساء اللي دايرين ابلاسيون دو سان ودونك هما كذلك تبادلوا معاهم الاراء. واليوم دونك جينا لحديقه لا روزغي بشارع حي خميستي والحظ كان انه كان فيه تحسيس من طرف مؤسسة عمومية بشراكة مع بلدية وهران ويعني استفدنا من الشابيتو وين في مرحلة أولى جلسنا في الشابيتو ودرنا نقاش فيما بيننا حول أهمية اللجوء إلى الفضاءات الهواء الطلق لكي يعني نحسنوا من الوضعيه النفسيه نتاعنا وخاصه نخدموا على لو ستريس تاعنا في ان اسباس ايغي افيك دوت بيرسون دي بيرسون كون كوني دي بيرسون كون كوني با دي فام كي اون لا مالادي دي فام كي نو لون با اي دي فام بوتيت كي ني بونس ميم با دونك اون ميم طون هاد لي زيشانج بيرميت دو فير بروندر لا سونسيبيليزاسيون سكون ابيل ليدوكاسيون بار لي بير اي بيان سور مع الاشكال هنا اشكال كبير لانه ما
معناه باللي المراه اللي فايته 60 كون يجيها سرطان ما اقتصاديا كي نصرفوا عليها معناها كلي ما التكلفه ضايعه الوغ كو لا سونتي اي لاتر هيومان ما كاينش فيها الميزانيه سان با دو كو دونك اون بريفير انفيستير بور ايفيتي لو كونسير دو سان سور اون ترانش داج كي اي بلوتو دون en période d'activité aussi bien économique que d'activité obstétricale.